تعالوا بقى نشوف الذكاء الاصطناعي اللي بيقولوا عليه هيحول الصوره دي ازاي. واو ايه الحلاوه دي، نشوف دي كمان. لا 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 لا، ايه الطعامه دي والحلاوه دي؟ نشوف المطبخ بتاع كوكو. واو ايه ده، ونشوف اوضه النوم. لا بجد حاجه تحفه قوي. وكمان نشوف اوضه الاطفال هتتحول. واو ده سحر، ده سحر يا جدعان والله، ده حاجة حلوة قوي. يا ريت في حاجة كده تغير كل حاجة وحشة من حوالينا تقلبها كده لسحر. بص التلاجة بقت حلوة ازاي، يا لهوي واو. لا 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 ده بجد سحر. لا الذكاء الاصطناعي ده طلع بجد حاجة جامدة قوي، حاجة حلوة قوي. بص الشارع هنا عمال، لا 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 بجد خلى المكان كأنك في حلم يعني. بص بيحول كل حاجة لحلم. واو حلو قوي بجد، انا بجد انبهرت.